السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ كلشي لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين لاباس. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوصفه بالدنجال. الناس اللي ما كيعجبهمش الدنجال، نتمنى ان شاء الله هذه الطريقه غادي يولي يعجبكم. حتى الدراري الصغار غادي تعجبهم هذه الطريقه وغادي ياكلوه ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا الدنجال، انا غادي نستعمل هاد جوج دنجالات، وانتم ديك الساعه شوفوا شحال على حسب افراد العائله اللي عندكم. غادي ناخذ هاد الدنجال هذا، غادي نقشرو، نحيدلو بعدا الاول هاد الخضر، هاد الطريويشه هادي، وغادي نقشرو. من بعد ما قشرت الدنجال كنقطعو هكا شرائح طوالين كي كتشوفوا معايا في الفيديو. كناخذ الدنجال ديالنا من بعد ما كنقطعوه هكا الشرائح، غادي ندير عليه الحامض ونغسلو باش ما يتحالش لينا. نصرو عليه شي حامضة ولا الخل اللي بغيتو، وغادي ندير عليه الماء. وندير عليه شويه د الملح. غادي نخليه هكا واحد شويه، كناخذ ثلاثه البيضات ديال الربع ناشف او خضر اللي بغيتو، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكيمون، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار، التحميره. انا غادي نستعمل هذه، والملح، من بعد كنديروا العطريه كامله، كنديروا دوك البيضات كنخلطوهم مزيان، وغادي ناخذوا واحد الكاس. انا خديت كاس درت فيه نص ديال الفينو او بان رايادو اللي عندكم، والطحين غادي نديرهم هنايا. غادي نحركو مزيان،
انا غادي نخلط هذا الشيء بالماء. دابا غادي نخلط بالحليب، تقدروا ديروا بالماء او الحليب اللي بغيتوا، انا كيعجبني بالحليب حسن. وغادي نبداو نحركوا. انا دابا درت واحد الكاس هو الاول، خاص الخليط ديالنا ما غاديش ما يجيش ني ثقيل ني خفيف. المهم هاد الطريقه ديال الباذنجان غادي تعجبكم، كتجي زوينه بزاف وغادي توليو ديروها كل مره ان شاء الله. كنحركوا مزيان، خاص تجي ما ثقيله ما خفيفه. كتشوفوا هذا هو الخليط ديالنا، غير كاس الحليب هذا نيت اللي عبرت فيه فينو او والطحين، درت فيه نص نص، هو اللي درت فيه حتى هو الحليب نفس الكاس. وغادي نديروا شويه ديال الخميره ديال الحلوه، شي معلقه هكا واحد 7 غرام، وغادي نحركوا. دابا غادي نصفي الباذنجان ديالنا من الماء، غادي نقطرو في الشبكه يقطر مزيان، وغادي نبداو. من بعد ما خليت الباذنجان الصباعه ديال الباذنجان اللي قطعناه بحال هكا كشتو تقطرو مزيان، دابا غادي نديرهم هنايا في الطحين. بعد ما ندوزهم في الطحين غادي ندوزهم هنايا في الخليط اللي وجدنا، وغادي نقليهم. انا درت الزيت سخن دابا، غادي نحركهم مزيان هنايا في الطحين، وغادي نديرهم لهي في الخليط اللي وجدنا. من بعد ما درت السبيعه ديال الباذنجان درتهم في الطحين بحال هكا، حيدتهم من الطحين حطيتهم هنا في هذا الطبسيل. دابا غادي ناخذ من هنايا وغادي نبدا نديرهم في ديك الخليط اللي وجدنا. الا شفتوا قصح لكم شويه بقاو تزيدوا له الحليب. كنحركهم هكا، كناخذهم وديريكت كنديرهم في الزيت سخونه عندي هنايا واجده، وكنقليوهم نقطعهم شويه ونضيف هنايا. كي كتشوفو هما كيتقلاو هنايا، بقاو تقلبوهم حتى كيتحمرو من جوج جوايج، وغادي نحيدوهم فين غيكونو واجدين، غيطيبو ونحيدوهم. غادي نخليكم دابا، أنا غادي نكمل هادشي اللي بقى ليا، ومن بعد نوريكم كيفاش هانتوما. هذه هي المقله الاخرى اللي عندي، كي كتشوفوا هي شحال خرجت لي، كتخرج تبارك الله زعما جوج بنجالات، ولكن راه تبارك الله كيخرجوا بزاف وكتجي بنينه، وان شاء الله نتمنى تجربوها، غادي تعجبكم بزاف وغادي تعجب الوليدات. كي كتشوفوا هكا درت الطبسيل هذا ودرت فيه الكاغيط باش يشرب داك الزيت. وهذه المقلاة الأخرى اللي درت،
وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، صبيعات ديال الدجاج كي كتشوفوا، درت غير جوج دجاجات وتبارك الله خرجوا لي طبسيل عامر، اش غادي نقول لكم، كتجي زوين بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جايه، وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم